خارطة طريق إنقاذ العراق التي أعلنتها اللجان التنسيقية للتظاهرات. أولاً، استقالة الحكومة فوراً. ثانياً، تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لثلاثة أشهر فقط. ثالثاً، تتألف الحكومة الانتقالية المؤقتة من شخصيات تتوافر فيهم أربعة شروط، وهي أن يكونوا مستقلين ولم يسبق لهم العمل في أي حزب سياسي سابقاً، لم يسبق لهم العمل في أي حكومة أو مجلس نواب سابق، ولا في أي حكومة محلية أو مجلس محافظة، أن لا يتقدموا للترشيح في الانتخابات القادمة، ولا يشاركوا في الرعاية أو الترويج لانتخابات أي مرشح، أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والشجاعة والوطنية. رابعاً، تعديل قانون الانتخابات ليكون الانتخاب ضمن دوائر متعددة داخل المحافظة، وتطبيق نظام الترشيح الفردي وفوز الأعلى أصواتاً. خامساً، تشكيل مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات بنفس شروط أعضاء الحكومة الانتقالية. سادساً، تفعيل قانون الأحزاب لكشف مصادر تمويلها ومنع وجود السلاح بيدها. سابعاً، إجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة طبقاً للقانون الجديد، ويكون موعدها قبل نهاية فترة الحكومة الانتقالية. ثامناً، يقوم مجلس النواب الجديد بتعديل الدستور بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويكون ضمن التعديلات إلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وتحديد نوع الحكم طبقاً لإرادة الشعب. تاسعاً، تتعهد الحكومتان الانتقالية والدائمة بإجراء تحقيق عادل حول الجهات والأشخاص الذين تسببوا بقتل المتظاهرين، وإنزال حكم القضاء العادل بهم، وتعويض أسر الشهداء، والتكفل بعلاج الجرحى وتعويضهم. عاشراً، يتعهد مجلس القضاء الأعلى على أن يتم فوراً إطلاق تحقيق من أين لك هذا بحق المسؤولين الحاليين والسابقين وسائر موظفي الدولة، واسترداد الأموال من السراق مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم.